اهلا بكم من جديد، ونبدا جولتنا من اعمده الراي والمقالات من اخيره الحراك السياسي، ومنها نقرا للكاتب طاهر المعتصم من زاويته من على الشرفه والتي جاءت بعنوان اداره الازمه. ابتدر زاويته: تمر البلاد بازمه كبيره بسبب السيول والامطار والفيضانات على امتداد الوطن، تجد مناطق منكوبه اينما يمنت تسمع نداء الاستغاثه، ارواح فقدت ومنازل دمرت واسر أضحت بلا مأوى. خسائر فادحة. من بعد ولاية نهر النيل شهدنا مدينة المناقل بولاية الجزيرة تقرق والمياه تحيط بها من كل جانب، وكثير من سكانها صاروا دون السقف يحميهم من الأمطار الغزيرة. في عدد من مناطق ولاية الجزيرة تمددت الكارثة، سكن المتضررون في المدارس والمستشفيات والمساجد. ويمضي الكاتب: نهر الجاش يهدد أهل كسلة ساعة بعد ساعة، أهلنا في السواقي يأخذون حذرهم فقد خبروا جموح النهر سنة بعد سنة. مدينة الفاو شهدت معدلات أمطار غير مسبوقة، أيضا تسببت في أضرار كبيرة جدا، خلفت ضحايا ومتضررين كثر. منهج السلطات السودانية في إدارة هذه الأزمة به خلل كبير، لم نطالع سيناريوهات تتوقع هذه الأضرار من قبل الحكومة، ولم تشهد عمليات إنقاذ للضحايا أو إجلاء لهم من المناطق المنكوبة. نفس البطء الذي تم التعامل معه مع إضرابات ولاية النيل الأزرق وتكرر في هذه الكارثة. السيول والأمطار والفيضانات تتكرر كل عام في الغالب في مواعيد معلومة. الحكومة السودانية لا تتحرك بالسرعة المطلوبة ولا تستخدم كل إمكاناتها الهندسية في عمليات الإنقاذ ولا تستعين بالجهات النظامية الهندسية المدخرة ليوم كرهات. وهل هناك حاجة أكثر من هذا اليوم؟ ألم يسمع يوما الراحل حمد الريح يردد: عجبوني الليلة جو ترسوا البحر صددو، عجبوني الأولاد الفرسان بلصوا البدل والقمصان. وختم زاويته: شكرا للدول الشقيقة التي بادرت بإرسال دعمها للمتضررين، في مقدمتها مصر بخمس طائرات ثم قطر. شكرا للمنظمات الطوعية وهي تعمل في ظروف صعبة جدا. أتمنى أن تنتفض السلطات السودانية وتمارس واجبها في إدارة هذه الأزمة أو يحدث لها تصحيح مسار.